حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث أن المراد بالسفرة هم الملائكة الذين ينقلون الوحي إلى أنبياء الله عز وجل، فينزلون بالوحي الذي به صلاح البشر، فهم ينقلون إلى الأنبياء الوحي. ومعنى الكرام جمع كريم، جمع كريم باعتبار أنهم كرماء في أنفسهم لما خلق الله عز وجل فيهم من الصفات الطيبة، ولأن الله عز وجل كرمهم فهم كرام على ربهم عز وجل. البارة من البر، فإنهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه،